سلسلة البطحة برعاية رامي. حملوا تطبيق ستريم وسجلوا أنفسكم باش تربحوا واحد من الألف دونغل أندرويد تي في، وحولوا تلفازكم العادي إلى سمارت تي في مجاناً. ستريم. حبس حبس عليا السينمات والطنطان ولاكم دايرينو، وانت معليش تفهمني وين كنت وتفهمني وش صاري باسكو ماني فاهمه والو. واش نفهمك؟ حاجه باينه، تزوجت الحمد لله. كريمه مرتي، مدني سيبي، والجوهر سيبتي. شفتي ربيعه بنتي. بنتك يتسمى كذبت علينا، قلت لنا نسكن وحدي. ما كذبتش عليكم، كنت رايح نسكن وحدي لو كانت زوجت ربيعه مع وليد اختي سيد علي. دقيقه الاخرى البروغرام خسر. حبيت لك يديني، الله ما تحشم على عرضك. عيب عليك الجيري، والله عيب عليك، طحت من عيني على بالك. ما حسب انك مت زي ما دناش طعم الدواره. انت معرسه اما يجي لي الديه، فمعليش حركته. ما حركتوش، كنت رايح في لوتولوت نجيب العروسه باش نقص لي فيتاس، فرينيت بلاكوش تقلبت وكملت برجلي. الحمد لله على سلامتك خالي. الحديد تخلف يتخلف فيه حق ربي، غير الديه فهم تخلصهم من جيبك. وذاك وقت الديه فال الجيله اللي درت رايك، هما لا ماذا بك ترفد البوبيه اللي جبتها وتقلع منها تشوف وين تسكنها. اسمعي، دار داري واحد ما يحكم فيا. كريمه تبعيني. حبس حبس، ما عندها وين تروح. اختي تولي للدار تكذب علينا وتقول لي عندي فيلا، هذه حومه اللي يسكنوا فيها الناس. حبيبنا بركه من الهضره الجايده، واش بها الحومه هذه وجين كلامك ياو. مدني بالعقل، هادو باينين واعرين، هيا نروحوا. مدني كلشي بالعقل، كلشي بالمفاهمه. ما كان حتى مفاهمه، انا من الاول ما ارتحتلكش. اكون دلو خلعوا خلاص، راك شدوا اقنحالو من رقبتو. هيا كبي غادي تربعوا لنا من هيا. هذا واش حبيتو؟ الطفله تروح وانتو ما تهناو. اسمعوا، اليوم ندير حاجه في روح. حبس ما تمهبل، حبس كي حاجه في احي. الجلالي من اليوم بفا صاعدا توخي لافون، غير حوس وين تسكن، هاد الدار نساها. شدالي خالك المرحوم شفتو؟ شفتو المرحوم؟ اطلق راسك. ايما السلام عليكم، طلع في روحك خالي. هذا كل شيء بسبتك، الخطره هذه حركت لك دافع، خطر اخرى ما على باليش واش ندير. يا ودي اختر من مشاكل الجلالي، هاك عميت هذه الخطره هي بزاف خلاص. او كلمه كلمه زبتي. هيك واحد يروح لدار وي، هضر معاه ما تخلينيش وحدي. ها كلمه، الله لا تربحك يا الله، الله لا تربحك يا الله، خسرت لي كاع البروغرام. شفتي هنا الراس؟ راني في دارنا معليش، واش حق؟ هو معروف راه تصدموا الحومه ما يحوسوا عليك. اوه واش يسحقوا؟ نسيت باش نسقسيهم. راني جاي، راني في دروس السنه فيك. حلي الباب يا ربيعه، هكذا على كبرين بات برا، واش يقولوا عليك الناس؟ حوشت باباها من الدار؟ كي جبت العروسه قد بنتك ما خممتش في الناس، ودوكا جاي تحل في فمك. هذا الدار والله ما زيد تدخلها. اسمعي نحسب الثلاثه، ما تحلياش نكسرها، وتعرفيني صحيح وما نرحمش. واحد زوج ثلاثه. اي كتفي وقيلة تكسر. حليها، انا نحب صلاحك كي حبيت نزوجك. حبيت صلاحي؟ حبيت لك يديني باش تجيب لالا مولاتي هنا في الدار، وانا كل بهلول عيني قرب تعمم البكاء على جالك. خلاص سمحي لي، على بالي تحبيني، وانا ثاني يكفى هذه الدنيا عندي غير انت. هذا الشعر كنت خمم له قبل ما تدير الزبايل. على بالي غلط، حلي الباب خليني نفهمك. تصيبك هنا وعلاش تغلقيها؟ وعلاش ما نغيظكش؟ الله لا تربحك يلا، الله لا تربحك. لاز هو فيا ماذا؟ باين راح تخلص مال. غادي نخلعوك انت ما تخافش، الله كل حاجه عنده سيليسون ليها.
أبجي وي التحق بهم. واش بونار جاتك صعيبة تقبلني راس راس جايب الغاشي معاك؟ ما يكون إلا خاطرك اللاز، أني جاي عندك. تفضل الصوت. لاز أنا حبيت تهضر معايا راس راس، أجرب ما عنديش الوقت، دوك نكملك ونروح. ميم أنا ما عنديش الوقت. من الآخر دي فهمت شريتو بدراهم الفراطس، ودي فهم درك الطهرك ما يزيدش ولي، وانت على بالك بلي مني عندي ناشفة، الدور وما تديهاش. على بالي، بصح هاد الخطرة تخلصها غالية، كسرت لي كلمتي مع الفراطس الشابين. أوه، علاش لو كان ما سرقتوش أنا الدي فهم؟ أنت كنت راح ترجع لهم دراهم، نعرفك مليح كيفاش تخمم بونار. ما تبحرليش البالون، ادخل في الموفيد. اسمعني مليح مالا، الفراطس هادو تعرفهم بلي الصامتين وما يسواوش، ودوك يصدموا لك البطحة ويقول لك نتشاركوا معاك. ويدورها بعيز وبقر وخرفان وروح تفريها. انا ما يخلوني لا الفراطس لا الفرامش، فهمت؟ وهاك تهضر هكا على خاطر خفت حومتك نريبها اليوم. تريب لي حومتي اليوم؟ غدوه نصدم لك البطحه نريبها، وتعرفني بلي قادر نديرها. ما نحسب لها مليح بونار، وانا عندي خطه شابه. واش رايك الفراطس نجبدهم جيه وانا وياك نتحدوا هكذا، والبطحه نخليها لك عام اخدم فيها واحد ما يقلقك، يدنا لك واحد راني في كتفك. واش رايك؟ ما امدكش بصح قناتني. شوف اللاز، انا تاني عندي راي شباب، عندي شحال وانا حايب نقوله لك، وهكذا نتحدوا مليح. وشنو هو؟ عمي برنو، كيفك تشوف فيها؟ نسلكو ولا ندو طريحه؟ انت كيف راك تشوف فيها؟ ندو طريحه؟ ها؟ ندو طريحه؟ مالا ديك هي؟ نعيش من الوقف. دوك نصدمو ولا نبقاو واقفين؟ دوك بونار في الهما، شوف 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 اللاز راه يحلل فيه. صح صح بونار واعر، دوك ما ينحموش. انا ياخذ راي بونار يبدأ بالحشل. دوك اللي يزيد كلمه انا اللي نحشلو رجليه. خلونا نركزو. راكو تشوفو كنا عايشين مهنيين، اخرج اللاز تقلبت الحومه. صباح الخير، هذو نفقتو له. مجال جيتو تشوفو مجال مجال. هاي نعرفك راجل، روح قولها له في وجهه. ايه راجل ونص ونقولها له في وجهه، انا واحد ما يخلعني. هاتي سكتوا انتم زوج، فيكم غير لسانس. عمي بنو هاي هاك هاك دير في قلبي، شو يقول له؟ كي تجي لاصق سيت. واش رايك اللاز؟ بصح فاجاتني شويه، ما كنتش نستنى فيها. بصح انت علاش هذا وين قلتها لي؟ انت كنت غايب وما والات باش نقول لك. هي ما كنتش نستنى فيها بصح مليحة شابة، ونزيد نقول لك غاد وين نفريوها؟ وهاد الفواكر كيف دير معاهم؟ ساهلين جماعة، هاو تبدل البروغرام انسحاب يلا. هاي قهوتك العبسي؟ صح العبسي. هلا حلوة هلا، عطيها لي مرة، كي الحكاية اللي طالعها هابطة. اللاز واش قال البونار؟ هاي هاك تحرق في قلبي. وأنت علاك حتى عارف واش قال له؟ هاي باينة. تفهموا باش يضربوا راس راس ويروحوا واحدة أخرى. أنتي لحالك غلط. بونار يصدم مع جماعته ومن بعد يسمع. ما تخش كاع في الراس هذيا. نقول لك لازم نعرف اليوم، خاش ما نرقدش ويحكم لي بو براك. واش قلت عمي بنو؟ ما تسقسينيش ومانيش باغي نعرفها، اللي فيا كفينيا، العكشة عطيني زوج كرواسون قهوة حليب ومرسو خبز ودير فيه الزبدة. مش عويدك هادو كاع لك؟ يا ودي مشي ليا الجلالية، بات عندي البارح، بنتو تحاوزونا نحصل بيها، باتيش خرة. صاحبك واش بيها؟ ومسكين قليل صحة، عظم وكاس دم، وكي ديباني سمانة ولا زوج راه مشكل. بسمانة؟ والله ما هو زايد ليلة، ديجا اليوم يبات عندي، يقول لك حاجة اليوم يروح. العكشة أقسم لي خلي نروحها. قالوا سمانة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام عليكم. سمحوا لي ما غاديش ندي من وقتكم بزاف. رامي بعثتني من مديرية الإحصاء باش ندير إحصاء وتسجيل عدد السكان تاع هاد الحومة. أنا إحصاء عرفتكم توما، تالي إحصاء عرفتكم عرفتكم. واش معناتها عمي بنو؟ هادو جاو يعدوا شحال كاين غاشي هنا في الحومة. بارك الله فيك. شوف خويا، شوف في هادي يا خويا، كاين غير برنو اللي يقدر يعاونك. لخاطر العفو ديال الحومة واحد بواحد. هيا طربيه مادا كبير الحومة مادا بيك تعاونني باش هكا ما نقلقش السكان. دروك؟ والله ما عندي الوقت. ما
ما عندي ديال في الدار. العكشه هات لك خلي نروح صحه. الوسمانة نورمال ريا نورمال نورمال ريا ريا صحيت بارك الله فيك. يا بارك برك عندي سؤال. تفضل. واسمك؟ بو علام. عبسي. سهلة سهلة دوك انا نعاون خويا هكذا ابدا تكتب. بارك الله فيك شكرا. هلا قدام تفضل. برنو 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 زين عنده حانوت. أنا قرمية بنت مولود الكردوني. الناس بونار ولي تجمر السحارة. واش بك هبلت؟ ما لقيت ما تناسب. واش فيها العجوز؟ سيدة وناوي الحلال ولا راكي حابة بنتك تبور؟ نبور وما نديش بونار المجرب. يا أخي خطبني ثلاث خطرات 15 و16 و17 سنة وما قبلتش به ومازال يحوس عليا. كنت صغيرة هو كان صغير وديكتي كبرتي هو تاني كبر ودركا راه تبدل دركا راه عنده مستقبل زاهر وتعيشي معاه لا بيلفي سوا سوا. ايه على بالك بلي راه مسؤول كبير في البطحه. ايه باينه الشقه على حواشيها. راني نضل نشوف فيه يخلط في الحديد والزبل. واش فيها العجوز؟ الخدمه ماشي عيب. تاع على بالي واش راك تحوس؟ راك حاب تخطبني البونار باش تسلك روحك من حكايه الضيافه متكاتفو وبعد تمسح له فمو على البطحه ياك؟ شابه ايوا هكذا راكي فهمتي كلش. انت واش حيرك؟ واش خلقك انت؟ خليه يجي يخطب يوجد الحطب ومن بعد كي نفريوها اني لي. وانتي يا العجوز ما بقاش نكثروا في الهضره. اليوم راهم جايين وانتي بدات تستقبليهم عند الباب. يسمى درت واش كاين في راسك؟ انا جمره السحاره ما تدخلش لداري. المره الاخرى اللي دخلت عندها 15 سنه هي راحت وانا لقيت الحجاب في الفريجيدر مزيه نعرف شوافه صحيحه هي اللي سلكتني. العجوز هضرنا هضره ما بقاش نعاودوا فيها. الباسي باسي والخطبه دوسي كلاسي. شابه هيشه. هضرت هضرة وما نعاودش. هذيك هي. أنا جمرة بنت مخلوف السباغ نروح نخطب حبيبة بنت قرمية السراقة. خلاصوا نسا خلاصوا نساب خلاصوا العائلات بس شكون تخطب؟ حبيبة المهبولة خت الناس. واش خصها حبيبة؟ شابة عاقلة ومرا تهضر زيد جور تاعي وفام دو كلاس. لا لا يربحك ولا هذيك فام دو كلاس ما فهمتش كاع واش عجبك في هذه العائلة. خطبناها لك ثلاث خطرات ما قبلاتكش ما حباتكش ما تفهمش درني في شويه. كانت صغيره ودوك كبرت نقول لكم حاجه غير حبيبه اللي نديها. دوك راني فهمتك انت صح راك مغرنق على حبيبه بصح راك حاب تربح خوها لاز باش تكون شريك في البطحه. يعطيك الصحه دركي فهمتي خلوني نبني لافونير تاعي وحدي. وتبني لافونير تاعك مع بنت قرميه السراقه نسيت لها سرقتي زوجتي مناقش وثلاث خوات نتاع الذهب نار صابرينا بتزغدو تفرملي. العجوز حكايه قديمه عندها 15 سنه مازال كي تعاودي فيها. المهم اليوم نروحوا نخطبوا نشري الميرفاي ونتكل على ربي. اليوم راك في عقلك ولا هبلت؟ 30 سنه سحور عمري ما شفت واحد مدبدب كيما نتايا. يا اخي شحال من خطره قلت لك اختار الطفله اللي تحب نضربك بزوج حجوب تجي تجري تحوس عليك ولا مانيش جمره بنت مخلوف السباغ. العجوز انا ما كثرش الهضره نروح نجيب الكرونديستا والقاطو ونروحوا نخطبوا ولا المصروف نسايه وانت الخرجه خلاص. يعطيك الصحة عاونتني بزاف. لا بلا مزيتي شوف تحتاج أي حاجة ولا والو قول لهم العبس يجيبوك عندي. الله يبارك الله يبارك. عرفت شو هذه الحومة؟ كاع يقدروني حق تاع ربي يقدروني ويخافوني هاك يديروا مني هاك أنا اليوغا نعطيها قتلة. تبان تبان في وجهك. ما تحشمش. لا هنا ما نحشمش أرابرك ولا ما عندكش أرابرك. ما تقلقش روح تكمل كيما هكا يا بريم دو ريسك. عجبتك؟ بزاف. هلا سلامة. هي سي بولام عندي سؤال. تفضل. تهلا في روحك بزاف. صحيت. وعيط لي في أي وقت. تفاي تهلا في روحك. كمل كيما هكا راك عاجبني. الله يحفظك. أها. صحيت. أها. الو وي معلم سيبوني فريتها جبت لك الداسه والمدسوسه للحومه. ما فاقوليش ما فاقوليش. شوف تاخذ راي لازم اليوم تحركوا نصدموا عليهم قبل ما يوجدوا روحهم.
شحال هذه 10000 5000 ريال هذه 5000 شو شطه شطه 10000 10000 10000 حاجه جوزو مرحبا بكم جوزو دار داركم بك وهلا والله ماني مامنة أختي جمرة حبيبتي تاع شحال من سنة تجي تزورني اليوم نهار كبير جوزو جوزو جوزي مرحبا بك جوزو مرحبا خالتي جمرة سنك وليدي مرحبا بكم صحيت الراس راح أبونا تفضلوا يا 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 الله يبارك يو الخير خالتي قرمية مسر خير وليدي مبروك خالتي قرمية والله غير عندها يومين كنت نهضر عليك في الحمام مع دليله الكياسه قلت لها يا حسره وراه من سلف حلات كيما خالتي قرميه ما كاش ما بقاوش يعطيك الصحه هذه بلا ما تقوليها على بالي بيها سمحوا لنا ما ناش مجدين رواحنا زربونا اولادنا احنا ما جيناش حنا جال للدار جينا احنا وجهكم توحشناكم بصح مليح كي زربونا ايه انا كي قال لي لازركم جايين تخطبوا قريب تغاشيت من الفرحه وانا الدمعه طاحت لي وانا السكر طاح لي انا كي قال لي بونار احنا خطاب حبيبه قلت له ما تصيبش عروسه كيما هذه انا قال لي لاز راهو بونار جاي يخطب قلت له هذا وين راح نتهنى على بنتي الحمد لله يا ربي وحنا واش انا طالبين الهنا والاستقرار هذا ما كان ولا جوز واش راكي فاتحه والله غير الحمد لله واش راهم ولادك قولوا الحمد لله انا سمعت باللي راجلك الرابع طلقك مكتوب ربي خالتي قرميه ايه صح مكتوب بصح راحين يصيبوا وحده كيما انتي مازلتي صغيره الف واحد يتمنك حدا قلت لها الناس وليدي لي زعفان عليك كي كنت صغير ما دخلتش من عندي وكي كبرت عاديتنا والله والو خالتي جمره تما الظروف والشغالات ما يخلصوش هذا ما كان ما بيك شغالات بيك المطيار تاع وليدي بونار وعلاش اللاص جاك سهل وليدك بونار لاباس به عاقل الله يسلمك خالتي قرمية نغم انت كي يدروا كبار انت نغم وراي حبيبة قاولي زيانت راي توجد في روحها حشمت مسكينة على بالي فتيحة لولاوي يا 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 شابة عمي برنو عمي برنو عمي برنو ربيعة ادخلي ادخلي غير الخير واستحقيت عندي ربيعة بنتي والله لا عيب تحوزي بابك من الدار هو صح غلط بصح انتي فاني ما تكونيش حقوديه كملت واش عندك عمي برنو دارها بيديه على بثنانه اوكي وديجا كمل خيرك وخليها عندك يا اخي صاحبك تحسم على باليش بلي بات عندك البارح بات عندي ليله معليش بصح ماشي كل يوم لا لا انا عندي ضيق وزيد مبكر اصبح البارح باتيش قره ساعه واحده ما لقيتهاش معاها عمي برنو كيما يقول قوري مانيش كاع في لاسيات تاعي خليني نتكلم من لي نغم عندي سيدي ديجا شوف وجد لي كيلو عدس وقرعه دي زون دوغيزون دوك نجي نديهم وماركيهم على صاحبك الجلالي يا حسره واش قلت لك جلالي يا والله غير شقيت روحك بطل على بالي ما تخلينيش نركض بنتي ونعرفها واش درنا اليوم تبات عندي ولا في الحمام في الحمام لا كاين بزاف قال الوات وانا نخاف منهم نكمل عندك ومن بعد ساهل وسهل هذه شعافيها من هذا شاتي بون كي ترضى عليا ربي ها اي دخل دخل اي دخل دخل قال له كي ترضى عليك نقول لك حاجه الماركي شدته وزيد الماركي عليك مبات انا مانيش حنوتي هنا عندي دبر راسك اي دخل غادي كينيا تمس خير قال له خام القرلوات هذا ملفي نتاع الصح منين شريته بونار عاد فاتح لي بيع بيز دي طاجي هل بخل دي قرميه شاطر يا وليدي مني شاطر قلت شري حلوه بالطبع جاب الملفاي وهذه هضره تهضريها احنا ما بيناش القاطو بينا وجوهكم توحشناهم الله يسلمك خالتي قرميه صح قولي لي حبيبه وراهي بعد ما بانتش كاع هاي حشمانه استنى دوك نعيط لها حبيبه حبيبه ارواحي خليها خليها خالتي قرميه راني حاسه بها انا خطبوني 4 خطرات وفي كل خطره نموت بالحشمه
يما أروح دقيقه. أروح تاكل الملفاي أرواح. لا لا أروح نسحقك. سامحوني دوك نمشي. يا بو ناري الملفاي هذا أفير. هضر باللاز، هذا ملفاي دوري جينال. واش كاين؟ يما حبيبه ما لقيتهاش في بيتها. كيفاش هذه ما كاشها؟ وين راحت مالها؟ لما انا باش حس قاعد دار ملقيتهاش. بهدلتني يا وختي. لاز اروح نسحقك. هاني جاي. اسمحوا لنا. ها وجي. واش كاين يا جوز؟ حبيبه اختك ما كاشها في الدار وقيلا هربت. كيفاش هادي يا ربي كيفاش هادي؟ اسكت بالعقل يسمعونا بالعقل. ربي غير تخلصها غاليه. هادي ما سكتلاش عليها. وكاينه حاجه ماشي نورمال. اني شمتها انا تاني بعد زوج سوايع ما خرجت شافتنا. ما تكبروش الحكايه حبيبه. حشمت ودك تخرج نهض من غض. هاد الذبيحه انا نعرفها طفله ما حباتكش يا اخي. قلت لك طافي تما درتها بالعاني باش تخسري المخطط. حق ربي ما سالكتها اليوم. استنى نفروها مع السحارات ومن بعد كنشوفوا واش نديروا. عجوز هضري بالعقل ام جايين. قال لي غير خيك شما كاين؟ لا لا غير الخير. حبيبه شمخت ربتها وراهي تنشف فيها. اي بوه زو سوايع تحدد ما نشفتش. علاه لبست ربتها الصوف؟ يا اخي قلت لكم تحشم. درك نعيط لها. حبيبه حبيبه ارواحي. ولا حشمت دخلوا شوفوها ماناش براويه. لا لا من التقاليد العروسه هي اللي تجي. ايه على حساب الشوفه واقيلا نخلوها خطره اخرى كيما حبيتش تخرج. مليح كيما حبيتو ولي تساعدكم ديروها. العجوز هانتي قربيه عندها الحق خلوها الخطره الجايه خير. لا لا وليدي حابه نشوف دوك عروستي. يا اخي قلت لكم تحشم. وما حشمتش كي خلاتنا زوج سوايع حنا نستناو بينا ما حبش تشوفنا واقيلا ولينا ما نعمروش العين. فتيحه بركي من الهضره الزايده. اسكت انت اسكت. انا قلت لك هاد الفاميليا نعرفهم مليح. فتيحه شدي لسانك. واش معناتها هادو نعرفهم؟ اللي في راسك هذيك هي. انا قلت له من الاول خطيك بصح هو ما سمعنيش. الحمد لله كي فهمتوا رواحكم. الطفله ماهيش حباته وماهيش قابله. يا العجوز خلينا من الهضره الزايده. علاش هكذا؟ علاش اسكت انت يا اخي؟ قلت لك من الاول هذه الكاليتي نتاع العائله نتاع السحارين مانيش حبتهم في داري. وعلاه هذه دار ناس يهضروا عليها؟ خطره اخرى نقيها قبل. اختي فاتيه علاش القلق عليها؟ ولا غير مكان عليها على بالك. خالتي الجمره توما ناس كبار. انت نغمى يا وجه الشر اللي داخل من المؤسسه المؤسسه. وعلاش تجي وليدك طبيب؟ وي المجرى بالمسخ. بعيد الشر على وليدي. لا لا توصلك ولا مجراب. شدي بنتك يا فاميل تسرقك. استنى يا شيخ علاش يا روحي خاطي الجمره استنى استنى يا عجوز علاش هكا تستنى؟ انا لو بليس علاش هكذا؟ علاش يا روح امشوا يا اخي كاليتي يا اخي جبتهم وندمت. واش راك يا بونا واش راك دير هنا؟ روح اديهم باسكو يعاود يولي وتسرق بيها غير روح. عندك الحق الناس هذه قرميه. الله يفي روحك واسمحي لنا وسلمي لي بزاف على حبيب. وزاك تعنا قوت بوس. روح راك مرض فوضي واسمك. روح روح مزيه خرجوا مزيه هبلوني. بهدلتينا الجيران قال سمعوا. خليني من الجيران هذوك وجوه الشر. بس هنقول لك حاجه مزيه خدمت لها الخاتم. يا وقتاش هادي؟ مع الدخله. يا العجوز خلي نطلعوا للدار ونفريوها. واش تفري؟ واش تفري هذيك الطفله؟ لا لا مزيان مثل الحجام تحت الفوتاي ولا الفطراسه مانيش جمر. وهادشي كاع وقتاش درتيه؟ كي كانت لالا تصورت في الميلفاي يما خدمت خدمتها. شوفوا فوقر تاع خطبه. هيا طلعوا هيا. العجوز ارواحي العجوز ارواحي ارواحي. واش كاين غير الخير؟ خير بنتك 20 خطرة وانا نعيط لها ما تجاوبش. دارتها يسمى بالعاني باش تخسر المخطط. معليش حق ربي غير تخلصها غالية. العجوز صرحيني انت على بالي بلي راكي كومبليست معاها وراي مخبيها. بركة ما تعيط وتندب. انا وين شفتها وين راهي؟ ما على بالكش. معليش على بالك بلي نحكمها على الخطرة واحد ما راح يسلكها من يدي. الباسي باسي ما نحضرش خير.
عند الرحبه كانت فارغه. زرك شافيه؟ طلعت عليا اللي جيتها كنت صغير. يا حسره. تريس تريس دقيقه نجاوب. أو جا صاحبنا؟ لا سي بوعلام واش بيك؟ بتوليت من خبكش مسير؟ عبسي أهلا متشرفين سي مصطفى سي مصطفى الله يبارك متشرفين الله يسلمك قول لي العبسي مشي قلت لي الله هو اللي حاكم الحومة؟ هذه ما على باليش علاه؟ سي مصطفى راه محتاجو شحقيتو؟ إيه روح عيط له روح دقيقة سبحان الله لاص اش دقيقه هيا ماشي وقتك لعب شيني مزروب واش كاين غادي يسحقك سي بوعلا مروه حروه. السلام عليكم. سلام سلام. انت هو المسؤول تحت الحومه؟ ايوا انا هو على غير الخير. هاد الارض اللي راكم باني عليها هاد الحومه تاعي بكواطي عندكم 24 ساعه باش تخليوها وتزربوا على خطر هذه الريبوها. سلسلة البطحة برعاية رامي. حملوا تطبيق ستريم وسجلوا أنفسكم باش تربحوا واحد من الألف دونغل أندرويد تي في وحولوا تلفازكم العادي إلى سمارت تي في مجاناً. ستريم